السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه كونغو 5 دي سي عندها فيها ان بروبليم في الكاربيرون لا ريغيلاسيون تاع بريسيون كاربيرون. وشي هو المشكل تاعها درك؟ جانا لو كليون قالوا ان بروبليم تمشي تكوبي تطفى وحدها تعاود تمشي دي فوا تعاود تسمع الترطيق في لي زانجيكتور. كاين زوج حالات، كاين وين اذا قرينا لا بريسيون تاعنا نلقاوها مليحه وكاين الترطيق في لي زانجيكتور، كاين المالو كابتور دو بريسيون تاع لا رومب هو اللي يعطينا معلومه غلطه، يعطيك بلي لا بريسيون راه مريقله عندك بصح هي راه طالعه اكثر من حدها. تسمع واحد الترطيق اون ديري بلي دير هاك تقول تضرب، هذيك لا بريسيون كي تطلع في ليزاجيكتور تسمع الخبيط. وكاين الحاله الثانيه المانو كابتور دو بريسيون لاباس عليه، مشكل في الريغيلاتور دو بريسيون هذا تاعنا. شوفوا دركا مع بعض، اضرب تشوف ديمارا الاول الطوموبيل، هنا كونسي بريسيون راي 300 بار ولا بريسيون تاع لاري، هنا راه دوموندي واش راه دوموندي 300 هذه الريا صح لا الطوموبيل. شوفوا شنو يطلع في لابريسيون، نستنتجو وحدنا هي الدوموندي في 230 والمانو اش بي لو ريغيلاتور دو بريسيون راهي مدلها حتى ل 500. هنا لا ميموار كي تعود تحوس على 230 الكابتور دو بريسيون راهي مدلها بلي راه في 500، هي تعود تمد في السينيال للريغيلاتور دو بريسيون باش ينقص، هذا معناها راه مبلوكي مانو تاعو ريغيلاتور دو بريسيون راه بلوكي. تسمع فيه وسخو رانا نسمع فيه في واحد الحس تاني يدير فيه، نسمعوه مع بعض. يحاول باش ينقص لا بريسيون ما يقدرش، و اي فوا دركا واش يدير تقعد نايضه طونوبيل نايضه 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 مادام لا بريسيون عندها قويه هي في روحها طيح في المود سيكيوريتي تكوبي وتطفى وحدها. هذه حبيت نبارطاجيها معكم كيفاش تشوفوا التشخيص نتاعها. دركا نشوفوا بالك لي بيز دي ديفو. هنا فونكسيون هاي وي خرجت لنا فونكسيون ريغيلاسيون دو بريسيون كورون فور دي بي ماكسيموم، هذا اكتيف راه يمدك في الماكسيموم. هذا يروح يبدل لو مانو تاعو ريغيلاتور دو بريسيون تكل على ربي. السلام عليكم. السلام عليكم. بون هذه الكونغو اللي قبيل كنا معاها قلنا المانو اش بي نتاعها اللي داير بروبليم، ها وراح بدلو ركب لها واحد جديد عند ميكانيسيان وجا. دركا نعاودو نشوفو لي فالور نتاعنا. دير تو كونتاكت برك ما تنوضش، دير كونتاكت برك درت كونتاكت. اصبر نعاودو ندخلو مالا هنا، انا دايرين كونتاكت صح. اضرب اضرب دي مرة تشوف نوض نوض نوض. نشوفو هنا لي فالور، قبل يبدل المانو اش بي كانت الدوموندي 200 وتمد لنا 400، وهنا درك نشوفو هاي الدوموندي في 200 وتمد في 200 كيف كيف عم يمشو مع بعض. سيتادير لو مانو اش بي تاعو كي قلنا له بدلو كانت صحيحه، وها راح منها البروي هذاك اللي منا راح وكل شيء مليح وما ولاتش كوبي. بالصحه والعافيه على مولاه. طفي تشوف طفي. دونك التشخيص كان صحيح ومانو اش بي هذا هو اللي دار له مشكله. ونشكروا ثاني صديقنا اللي رسلوا عندنا نورمالمون شفت لي توفيق توفيق، تحياتنا ليه توفيق الكتريسي هنا في بليدة. كثر خيرك ثاني تاع الثقة اللي ديرها فينا الكتريسي كي يرسل عندك واحد كيما هكا بالضبط. الحمد لله الثقة راه ماشي سهلة من عند الناس، والتشخيص كي تقول واحد عندك بدل بياسة هي مسؤولية. واش نقولوا لخونا هذا من تيار طاح ومبان بليدة، ربي يوفقه طريق سلامة يا أخي مريقلة صديق. بارك الله فيك الله يحفظك. اللهم آمين. تحياتنا ليك والناس تيارت ومرحبا بكم عندنا هنا في مدينة الورود. السلام عليكم. وربي يقدرك إن شاء الله. آمين آمين آمين. حسن الاستقبال حسن التلبية ما شاء الله. ربي يبارك فيك، الله يسلمك إن شاء الله. السلام عليكم صح. والجماعة تاع الكهربائيين إن شاء الله وصلتكم معلومة هايلين، درناها لكم أون ديريكت شاركنا معكم معلومة وربي يوفق الجميع. سلام.